السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تتمة الفيديوهات اللي هضرت فيها على طريقة أو طرق الهجرة إلى كندا، هذا يكون الجزء الثالث. بالنسبة للهجرة إلى كندا، كاينين بزاف ديال الناس لحد الآن تيقولوا لي ما كنعرفوش منين غادي تبدا هذا الشيء، شنو خصنا نديرو، كيفاش غندير نبدا، كيفاش غندير، شنو عندي من نمشي، فين نقلب، فين غنبحث. كنقول لكم أن ما عندك فين تمشي، راه عندك السيت هو CEC.ca ديال سيت الغوفرنمون ديال كندا، راه كلشي مكتوب فيه مترجم باللغة الفرنسية والإنجليزية، ويمكن لك دير جوجل ترانسلاتور وتحولوا اللغة العربية أيضا. ولكن أنا ما كنصحكش بزاف، يعني بالنسبة للناس اللي عندهم اللغة العربية ما كيعرفش الفرنسي ولا الإنجليزية، أنا ما كنصحكش، لأن الإميغراسيون صعيب باش تاخدها وأنت ما عندكش اللغة، هما كيتبازاو على اللغة بشكل كبير. بالنسبة كما كنقولوا نديروا يعني غابيل بالزربة، شنو هما الأنواع ديال الهجرة. كما قلت لكم كاين الهجرة إلى مقاطعة كيبيك، هي فهاد الساعة راها مشدودة، ما حلينهاش كاع لأن مع هادشي اللي وقع ديال الكوفيد وما تتحلش بزاف، يعني تتحل على حسب البروغرام فوقاش كيدار. بالنسبة للهجرة رقم جوج هي اللي هضرت عليها في الفيديو السابق ديال لونتخي إكسبريس، يعني الدخول السريع إلى كندا، وهو كيعتمد بشكل كبير على اللغات، يعني اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو هما معا، حيت إلا جبتيهم جوج عندك تقريبا 240 نقطة مع البونيس، كيعطيوك البونيس 50 نقطة، يعني كتكون عندك يعني 60%، إلا عندك اللغة عندك 60% بأنك يكونوا عندك الحظوظ أكثر، مع السن ديالك، مع الإكسبيريونس اللي عندك في الخدمة، مع الدبلوم تاعك، راه غادي تمشي بإذن الله. يعني خصك تجيب لو سوي هو 441، ولكن دابا هاد الأيام عاوتاني طلعوا في لو سوي ديال السي إم بي، طلعت 476 تقريبا. المهم على حساب فين غادي تدفع، كما كنقول لك ماشي مشكل، واخا تجيب 300 وشي حاجة غير دفع توكل على الله، راه كتعاون أكثر. خصك ترجم الدبلوم ديالك في ويز، في المنظمة ديال ويز دبليو إس، تدفع وتوكل على الله، وراه بإمكانك أنك تمشي. علاش؟ كما شرحت لك في الفيديو ديال داك النهار، بإمكانك تدفع لمقاطعات أخرى، أو هما كيقلبوا في الملف ديالك كيدخلوا كيلقاوك عند 300 وشي حاجة، ولكن هما محتاجين البروفيل الفرنسي، هما يعني في مقاطعة كتهضر بلغة إنجليزية، ما عندهمش الناس ديال الفرنسية بزاف، كيبغيو حتى هما يقولوا بغينا نجيبوا الناس اللي كتهضر الفرنسية، باش يديروا كما كنقولوا داك كما كنقولوا التناسب ديال الجنسيات وديال اللغات اللي كيهضر بهم البلاد، لأن كندا معروف اللغات الرسمية هي الإنجليزية والفرنسية. بالنسبة للملف ديالك يمكن له تحت مقاطعة أخرى، وداك المقاطعة إلا تحت هذا كتقول واش بإمكانك تبغي الملف ديالك نطلعو عليه، أنت كدير لهم يمكن لك تقوم تطلعو عليه، لأن ما عندك ما تخسر، كيشوفو لك الملف ديالك، ومنين كيشوفو الملف ديالك يعني داك الساعات عفوا داك الساعات كيقولو لك بأن البروفيل ديالك عجبنا، بإمكانهم كيزيدوك 600 نقطة، يعني 600 نقطة يعني 600 نقطة يمكن تما تجيبهاش كاع خطرة مع خطرة تجيبها، وخا تدفع يعني اللغة الليفيل كامل ديال اللغة اللي هو السنيل تجيب فيه يعني 5، يعني وخا تجيب النيفو العالي كاع ما غاديش تجيب 600 نقطة، غاتجيب 460 400 وشي حاجة بحال هكا، عاد الدبلومات المسائل ديالك كلشي، يعني مع ذلك عندك شي ديبلوم ديالك بزاف ولا ديال البلومبري، وهادو كنظن بالنسبة لكاين بالنسبة لكندا ما كياكلوش بزاف، هادو كياكلو في كيبيك أريما، يعني نقط بإمكان يعني مقاطعة وحدة يعني تعطيك 600 نقطة إضافية، يعني واخا تكون عندك غير 200 نقطة ولا 220 ولا 230، إلا درس الملف ديالك مقاطعة محتاجك راه غادي تديك 100%. هاد المسألة ولات يعني جاري بها العمل. وكاين الحاجة الثالثة، الهجرة من النوع الثالث اللي هي كتسمى بالهجرة إلى مقاطعات ريفية، اللي هما مانيتوبا ونيو برانزويك، وكاين المقاطعة ديال نوفيليكوس، والمقاطعة أو كاين بزاف يعني كما كنقولوا، ولكن حنا كنقولوا مانيتوبا نيو برانزويك نوفيليكوس، أو كاين مقاطعات أخرى، ولكن هاد المقاطعات هادو عندهم شروط ديالهم، يعني من بين هاد الشروط اللي هي يفرضوها عليك ان لابد يكون عندك وعد بالعمل او عقد العمل، خصو يكون عندك
الفرنسيه، وبالنسبه يعني الفلوس اللي خصك قلنا بالنسبه لكندا لونتري اكسبريس خصك 10000 دولار كندي، بخلاف هادو يعني خصك تقريبا كيطلبوا تيطلبوا يعني راه كاين في الموقع نيو برانزويك وهادو تيطلبوا تقريبا شي 4000 دولار كندي ما كاملاش، يعني كيشجعوا اكثر باش تجي، ولكن خصك اللغه والدبلوم. ولكن الحاجه اللي مهمه بزاف واللي هي اللي كتعتمد عليها بشكل كبير هي العقد العمل، خصو يكون عندك يعني، والعقد العمل كتقدر تجيبو يعني كما كنقولوا بلي دومين اللي هما محتاجين فيهم، عندهم الاغلبيه هما محتاجين كما قلت لكم الدومين ديال البوشخي او الدومين ديال كما كنقولوا لاكويزين بصفه عامه، يعني لاكويزين لا ريستوراسيون، المهم جميع الانواع كيطلبوا اليد العامله في هذا الميدان هذا ديال لي زوتيل ديال الكوزينه ديال اما كما كنقولوا المناوي اللي كيكونوا المناوي بين اللي كيديروا في لوطي كيباتوا. بالنسبه تكون عندك اكسبيريونس، يعني تكون عندك اكسبيريونس لا تقل على سنه، وبالنسبه للناس اللي عندهم دبلومات ديال لوطيل غير بجميع انواعهم، يعني الديكوباج ديال البوشخي ديال كيفاش تقطع اللحم، كيفاش تقطع يعني ستيك، كيفاش تصاوب المسائل، كيفاش تطيب، يعني بجميع يعني انواع جميع انواع العمل ديال كما كنقولوا ديال الكوزينه، خاص بالكوزينه ولا بالنسبه حتى ديال لاباتيسخي، يعني بالنسبه للباتيسخي كيفاش تصاوب، كيفاش تقاد، يعني بالنسبه كما كنقولوا بالنسبه كيفاش تقاد، كيفاش تقاد يعني كيفاش تقاد يعني بالنسبه اللي كتصاوب الخبز الحلوى، يعني جميع انواع ديال لاباتيسخي خصك حتى هما تكون عندك، يعني كما كنقولوا يكونوا عندك مقادين بالاكسبيريونس، وإذا كان عندك الدبلوم كتكون يعني الفرصه عندك اكثر واكبر، إذا كان عندك الدبلوم يعني كان احسن يعني بهذه المساله هذه. وكاين يعني قطاعات اخرى راهم كلهم كاينين، الا دخلتوا غير لجوجل غادي تكتبوا نيو برانزويك، غتكتبوها في يعني في الموقع ديال جوجل نيو برانزويك، كاين السيت ديالهم، يعني هما في السيت ديالهم كاتبين جميع انواع كيكتبوا كاع يعني بالنسبه للقطاعات العمل المتوفره حاليا، وبامكانك يعني دي ابلاي تقدم لعندهم نيشان، وغا كيكونوا عندهم دي بروغرام اللي كيجيو كيدوروا على العالم. دابا مع كورونا راه ما كيجيو حتى شي بلاصه، كانوا ديجا جاوا لكازا ومشاو لباري مشاو لبروكسل، يعني كيدوروا في العالم كامل وكيهزوا لي بروفيل اللي هما يعني كما كنقولوا كيمكن لهم ياخذوا منهم، اللي هما لي بروفيل كما كنقول لكم ديال اليد العامله الشغيله اللي كيكون عندها بيان سير سينيسيت وتكون ديكلاريا، هادو مطلوبين بزاف يعني في هاد المقاطعات هادو. ولكن كاين واحد لانكونفينيو، الا ما كانوش عندك هاد يعني ما عندكش هاد كما كنقولوا الدومين ديالك ما مطلوبش، يعني بلا ما تضيع الفرصه انك تدفع في نيو برانزويك وتقول ندبر على كونطرا، الا دبرتي على كونطرا انا كنقول لك دفع بعينك مغمضه، ولكن الا ما كانتش عندك الكونطرا ما تدفعش لهم، لان الا دفعتي لهم عندك تقريبا عندك عامين، عندك عامين ما عندكش تدفع حتى شي مقاطعه، يعني ما تدفع على كندا ولا الكيبيك ولا حتى شي حاجه، يعني الا دفعتي نيو برانزويك هذه المقاطعات يعني عامين ما عندك الحق تدفع حتى البلاصه، يعني كتدفع كتسنى واش يهزوك ولا ما يهزوكش، حيت السيليكسيون حتى هما عندهم بالنقاط، الا هزوك راه داك الشيء هو اللي بغينا لك، الا ما هزوكش المشكل ديالك انك كتحرم ما تدفع حتى لشي بلاصه واحده اخرى، كتبقى يعني معاهم معلق والدوسي ديالك كيبقى عام، فاليديتي ديالو عام، وتا هما يعني خصك لابدا يعني كما كنقولوا دير كيما خصك دير لابدا الترجمه ديال الدبلوم ودوز الامتحان ديال اللغه، يعني انا كنقول لك بصفه عامه، يعني الا بغيتي تسول راه كندا الا ما كانوش عندك الدبلوم لي تي او اف ديال كندا او التي سي اف ديال او التي سي اف ديال كندا، هو التي سي اف كيتطلب في الكيبيك، تي او اف كيتطلب في كندا كامله، بالنسبه للتي سي اف ضد فرنسا حتى هو مقبول الا ما تكونش دايزه عليه عامين، يعني الا ما كانوش عندك شهاده اللغات يعني مدوز امتحان، ما كانش عندك الترجمه ديال الدبلوم ديالك اللي في المنظمات بزاف كاينه ويز كاين، المهم كاينين بزاف، الا ما كنتيش داير هذا يعني كما كنقولوا داير مقاد المسائل ديالك عندك كل شيء بلي بروف، هي ما كانلاش دفع اصلا راه حيت هما كيهضروا مع الاوراق، الا ما كانوش عندك الاوراق كتكون اصلا كتكون كونديدا نو ادميسيبل، يعني راك تو ني ميم با ادميسيبل، يعني خصك تدفع يكونوا عندك الاوراق باش كيصنفوا بالنقطه ديالك شحال كتجيب، بيان سي كنتي مزوج كيتزادوا لك النقاط وانت سيليباتي كيكونوا ناقصين، وتا لو سو كيهزوا بحال دابا كنتي مزوج كيهزوا بشي 400 وتقريبا، المهم على حسب المقاطعات 400 وكذا 40 وكذا 400 وكذا 50، كنتي يعني عازب يعني كيهزوا بشي 400، المهم تقريبا 441 عازب يمكن بالمزوج شي 460، المهم داك الشيء كل حاجه
كيحطوها في الكاتيجوري ديالها وانت غير من السيت راه يمكن لك تدخل للسيت اللي قلت لك سي اي سي بوان سي ا راه غادي تدخل للسيت ديال الغوفرنمون غادي تدخل له راه بامكانك تشوف تيستي فوتغ ادميزيبيليتي راه كاين في السيت تشوف انت لحد الساعه داك الدبلومات اللي عندك وشحال قادر تجيب في الفرنسيه يعني تقدر تعطي لراسك نقطه بحال دابا انا نجيب سي ال بي ولا نجيب من بي 2 ولا مثلا سي 1 حيت هما كل حاجه كيكلاسيفيوها ولكن ما عندهمش سميات كيختلفوا بحال دابا مثلا سي 1 غنجيب البي 2 غنجيب كذا غادي دير جبتي بي 2 في الاكسبريسيون اكريت جبتي بحال دابا الكومبريونسيون اكريت جبتي فيها مثلا سي 1 كتكلاسي شحال غادي تجيب شحال تجيب في الفرنسي شحال تجيب في لونغلي حتى هي الا كانت عندك لونغلي مزيانه حيت يمكن لك دوز التيست ديال الايلتس شحال غنجيب هنا شحال غنجيب هنا هاد الدبلوم اللي عندي ها ليكيفالونس ديالو في كندا كتعطي غير تقريبي السن ديالك بالمسائل تيقولوا لك هما شحال يعطوك النقاط وهالو سو اليميناتوار وشحال بامكانك تجيب وشحال خصك باش تجيب يعني كيقولوا لك واش انت مقبول لحد الساعه ولا ما مقبولش واخا تكون جايب 300 هي 380 ما مقبولش يعني خصك تكون جايب فوق 440 باش تكون مقبول ولكن انا كنقول لك 380 الا كنتي دافع لونطري اكسبريس راه بامكانك تقبل يعني بامكانك تقبل الا هزاتك شي مقاطعه ودات التري كيزيدوك 600 نقطه يعني 600 نقطه راه واخا تخدم على الملف ديالك وتكون مزوج وعندك الولاد راه عمرك تجيب 600 نقطه هما كيعطيوها لك من عندهم غير باش يشجعوا انك تجي لعندهم بالنسبه للمقاطعات اللي ما كيتكلموش الفرنسيه هادشي اللي كاين الخوت المهم ما نطولش عليكم اللي عنده شي تساؤل يحطوا لنا مرحبا باذن الله نجاوبوه في القريب العاجل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.